عموما مع انتهاء المعسكر في النمسا هيكون معانا لقاء مع هشام مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمعسكر النادي الأهلي، ونرجع لأنه الحقيقة هو معسكر ناجح وعاملين فيه شغل جيد جدا من الناحية الفنية. فخلينا نروح نشوف الناحية التنظيمية وماذا حدث في الناحية التنظيمية، ولقاء مع هشام مرزوق رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لهذا المعسكر، ونرجع نكمل. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الأجواء معسكر النادي الأهلي في هنا في النمسا. استعداد جديد تم هذا المكان بعناية وجهود وترتيبات تمت في الأيام الماضية من أجل قدوم الأهلي هنا إلى النمسا. تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع الأستاذ هشام مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة سيكس يارد المنظمة لمعسكر النادي الأهلي. مستر هشام برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، أجواء أكثر من ممتازة، مكان تم اختياره بعناية. خليني في البداية قبل ما أتكلم على التفاصيل أرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك وبشكر حضرتك وقناة النادي الأهلي على المجهود الجبار الصراحة اللي أنتوا عاملينه في تغطية المعسكر، ويا رب نكون عند حسن ظن النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، نكون قدرنا إن احنا ننظم حاجة تليق باسم النادي الأهلي. ايه اهم المتطلبات او الطلبات اللي طلبها مستر مارسيل كولر في المعسكر تكون موجوده؟ انا عارف ان مستر كولر سبق لي ان هو تواجد هنا في المعسكر او هذا المنتجع مع منتخب النمسا، ايه اهم الطلبات اللي طلبها تكون موجوده؟ هو من اول يوم احنا لما جينا قدمنا العرض الفني لمستر كولر، وهو زي ما حضرتك عارف ان هو اصلا كان بيدرب منتخب النمسا وجي المكان ده، فالحقيقه الحاجات الفنيات اللي احنا حطيناها او الامكانيات الخاصه بالمكان المعسكر ساعد مستر كولر ان هو يقدر ما يكونش فيه طلبات زياده عن اللي موجود في المعسكر. الحقيقه لما جه كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي هنا جينا قبل المعسكر يومين عشان نجهز لكل الطلبات اللي كان حاططها مستر كولر. فالحقيقه حضرتك شايف يعني من اول ما بيصحوا يفطروا لحد اخر التدريب هم صراحه كل حاجه جاهزه، الامكانيات الخاصه بالمكان نفسه من حمامات سباحه، مختص، اماكن الاستشفاء كلها مساعده المستر كولر، البرنامج اللي هو حاطه للمعسكر. يعني لو في احداث جانبيه طبعا كان حضور الكابتن محمود الخطيب، انطباعه عن المكان، انطباع اللاعبين، احنا لامسين انطباع اللاعبين والجهاز الفني. الحقيقه لما جه كابتن الخطيب كانت فرصه كويسه جدا ان احنا نقدر نثبت يعني للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي والنادي الاهلي وجماهيره على المكان اللي احنا قدرنا نقدمه، ولان طبعا انطباع كابتن الخطيب يهمنا ويهم جماهير النادي الاهلي، وهو من اول يوم جه وعجبه المكان جدا، ودي ادت دفعه قويه جدا للفريق ان هم يقدروا يجهزوا نفسهم للموسم بدايه من ماتش سوبر. يعني تقول ايه بقى للعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، يعني واحنا عندنا بعد المعسكر بطوله السوبر زي ما قلت، الرساله اللي تقولها للعيبه النادي الاهلي؟ يعني ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه المعسكر ده اعتقد ان ده اكبر احسن استعداد للموسم الجديد، وباذن الله يعني ان شاء الله هيكون موسم قوي جدا، لان اللعيبه انا شايفها مركزه جامد جدا يعني في الملعب وفي تدريبات، وحتى ملتزمه بالبرنامج اللي مستر كولر والجهاز الفني حاطينه، فان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي. شكرا يا مستر هشام، واتمنى لك التوفيق باذن الله، وتتكرر ان شاء الله زيارات النادي الاهلي سواء لاوروبا او اللي هنا النمسا بالتحديد. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه نكون عاملين معسكر تاني للنادي الاهلي. شكرا جدا ليك. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع الاستاذ هشام مرزوق رئيس مجلس اداره شركه سيكس يارد المنظمه لمعسكر النادي الاهلي. اجواء بتسير هنا في يعني في اجواء رائعه، معسكر بيسير بخطه اكثر من ممتازه سواء للاعبين سواء للجهاز الفني سواء لكل منظومه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله مردود ده يكون بدايه ان شاء الله مع مباراه السوبر الافريقي للنادي الاهلي، ويتوج النادي الاهلي بطلا لكاس السوبر الافريقي جديد. تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.